بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن الكابينة الخلفية نتحدث معنا ضيوف جايين هنا ما شاء الله. هذا الاخ محمد من المنطقة الشرقية، وهذا الاخ مصلحي معروف متنكر بنظارة ما يحب يطلع في هذا، بخليه انا كذا ايش ارجع لايام الذكريات زمان، ارجع للحنين والحنان عشان ايش لا ليش قطع حتة من نني انا اتوجه. طيب الان نشوف منطقة، وين الرجال اللي تو مع الولد الصغير؟ عند هناك قدام. شوف روح كذا وقف مع هذول البشكة اللي واقفين لين انا انزل الان. نتواصل الان شوية كذا، بس نوقف ناخذ منا مكان معين. اهلا وسهلا، حياكم الله. ماني ما انتم باينين كذا، ايه كذا تمام، حياكم الله، اهلا وسهلا. هذا الولد يبغى يطلع بال هلا بالكابتن. السلام عليكم، كيف حالك؟ جزاك الله بخير. كيف حالك؟ ايش اسمه؟ سلطان. ونعم والله بسلطان، كيف حالك سلطان؟ شوف القناة دحين تروح تتفرج على نفسك وسوي كذا خلاص. اليوم جاي تطعس مع ابوك؟ ما شاء الله، الله يحفظ لك يا رب، حياك الله، اهلا وسهلا. المنطقة هذه شوية كذا الشمس مرة ما ديتنا، فنحاول كذا اليوم الجو كذا مختلف شوية كذا، تبغى تمطر بس ما في سحاب. طيب ابو ريب، ابو ريب، ابو ريب، والله ابو ريب متدهر اليوم. شوفوني انتم معايا، والله انا ما اشوف. هذه المنطقة الاولى ما شاء الله تبارك الله، والله خير. انا والله يبارك فيك، هلا وسهلا، هلا هلا والله. على الموعد كانت الساعة 4 بس كنت اصلي قلت اتقدم. ما شاء الله تبارك الله. انا ابغى اسالك سؤال بعدين يعني على القناة، كيف طلعت هنا؟ انا ما اعرف. يا سلام، ما شاء الله تبارك الله. ابو شوق ما شاء الله تبارك الله. وجلسنا مع اخونا احمد النعمي هنا قناة النعمي، طلعنا من المكان انقطع حيلي. طيب طيب احول يا ترى بلغهم هناك، صار المنطقة هذيك انحبر، طلع الحصى كله والله يتقطع كبراته. حرام عليك. ايوه كفو وقف، اصبر عليه. تعال من هنا تركي، شايفك انا. بدر يتقدم، يتقدم ويفصل الدبل. يا رجل ما شاء الله، الجمهور في المنطقة الأولى، جمهور بحرة. أرسل يا شنب، أرسل. أنا فوق في الجبل، أنا طالع على يسارك فوق. على يميني قصدك؟ أقصد يمينك. أيوه صحيح صحيح. ما شاء الله هذا الدباب يا جماعة الخير، ما شاء الله قوة إلا بالله، في عزم جدا رهيب.
يا تركي تعال اطلع من هنا يا تركي. يا الله هذا طار صدام الله يصلح حالك ويعود. هذا دحين شوف هذول اللي وقفوا هنا بيجيهم واحد من بيجيهم واحد يعطيهم دفنه اللي هي محترمه. الحج من المنطقه هذا الطقس سميناه طقس طقس الدفنه. يعني ما ترى غير مقصود الدفنات لكن هي الشباب يطلعون طيب وحب انه يفصل الدبل فوق ويعمل نوافير خلفيه. فطبعا تجي يسمونها دفنه عاد اندفن الرجل. هاي شوفه شو هذا ايش حيسوي الحين؟ لا يفرح بها الامر. راح الامر راح الامر راح الامر راح الامر. انا قلت لك يا امر يا الله يا الله. هذه يعني العموم اللي يشوفنا على القناة ترى من كثر النوافير انحفرت وصار يطلع حجر. يعني انتبهوا يا شباب انا شايف حجر دوب انطلق. الله ستر لو جاب الامر كان ما ادري ايش اللي صار. يا بدر تسمعني يا بدر؟ لا لا هذا انا انط عليك من هنا. والله ما تسويها ما تسويها احسن لك. ابجي هدي ابجي ابجي هدي ابجي هدي ابجي هدي ابجي ابجي. قلت لك انت ما تسمع كلام كيفك. اما هو يسمع كلام يسمعك عاد هو ابو فيصل. طبعا هذا عطلنا انور تعطيله الان نشق الكاميرا عنده. الله يا دباب انت رهيب بس انت في نفس الوقت خطير. قام انت سهل يا ولد ما شاء الله يا ربكم ما شاء الله تبارك الله. ابو ريم سابقا احنا قاعدين في منطقة هنا كلها صخور يعني بس يعني ايه تسلقنا. انا خايف علي معك الصغير في السيارة هذا عالم هنا ما تفهم. اللي يسمعني تحت يا شباب ايش صار في سيارة انور؟ طيب انا شايفه خلص وقاموا من عند سيارته انتهى عشان انزل انا. لا لا يا ولد شايف سيارة ما عاد فيها أحد هناك فيك أنت. خلاص يا بدر ترى مليانة حصى. حفروها البشر والله. يا ولد يا الله يا الله يا الله حرام عليكم يا اخي. ابو فاروق شيكني بالله مشي وخلاص سيارة انور ايش الوضع؟ حرك خلاص حرك. يا ابو
اللي قدامك هذا بيسوي علم. ارسل اكرر يا فرج. ماني سامع اكرر والله. لا لي سامعك ولا اني شايفك. كرر الرسالة والله ما اسمع مع الصوت. انت ايش قلت انت؟ انزل 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 قرب قرب قدام لو من هنا كفر مليان 20 ولا هو ما يخالف يطلع يلا كفو. وين باقي الشباب الجروب وينهم عيال؟ هذا حسين عفس الدنيا. حسين ما ادري ايش سوى. هلا يا شنب. وابنين. حسين. هلا. حبيب قلبي الله يسلمك. والله العظيم جبنا الحين هو المحرم انت ابطال محرم والله حبيب قلبي الله يخليك يا شيخ. يا اخي كيف هذا؟ ايش اقول لك يعني؟ ضيفوني معاكم في القناه على خشم والله الله يحييك. في القناه ولا وين؟ في القناه حقكم انتم في القناه. انا عارف شو في القناه؟ هذا الغبار ذا اللي معنا ما مو فوق ما الله يستر عليك حياك الله يطول عمرك. واه سيف مع الابطال. الحفرة المعتادة حقتنا وسقيناها الحين اليوم مصورها في النهار. هذا فخر من الفخار. رده رده يا رده خلاص خلاص. ودوار جديد. ها دوار جديد يا عيال دوار نهاري هذا. يا تركي دوار جديد ها. مستعد يلا يا شباب.
ارسل عشان ارسل هنا في الخامسه في الحفره. والنوري هلا وسهلا حبيبي. حياك الله هلا وسهلا. شلونك؟ مساك خير. هلا حبيبي حياك الله. وينك مغيب علينا؟ والله موجود لي فتره بس كسياره عطلانه الحمد لله. كنت ضايع مع الشباب ما حد داري وين انا كل يوم سياره. ابو نايف دفن نفسه. ابو نايف هاي انت يقول اليوم سالته قلت جايب هيل يقول لا جايب دخن. يا ابو سديم يا انور يا ابو سديم يا انور يا بدر فين العيال يا هو؟ فين انت؟ فين موقعك؟ ما عارف انك جاي. وين موقعك بالضبط؟ محل عقوم قاعد اقدم من التجاره الخامسه معي انور وحسين وراي سله وراي. يلا عجل عند ال... يا ولد يا ولد عجل وما عندي الا ابو ريم اصور. رايح جاي رايح جاي. ارسل يا شنب ارسل 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 يا شنب. من الغرب راح اطلع انا من هنا. لاحظنا هنا على يمينك. ابو مين معاي؟ مين ينادينا؟ عيد يا دركي ما اجيبك. هاي روح يلا. فين الدخن جبته؟ الدخن ما جبت شيء؟ انت بالكيس ورا مفك بقى. روح ادرك احاول اجيبك سعيد. يلا هذا يبغاني اصور هناك دقيقة. كفو يا تركي ما قصرت والله. انا فوق الطعس يا ولد فوق الطعس. هذا فوق هنا محل العيال. شوف البراق انا فوق. هلا والله حياك الله هلا وسهلا. اخلص انت طقم لا لحيلي. ارجع يا فريده. السلام عليكم ام فيصل. هلا والله حياك الله هلا وسهلا. هتعمي خويك باللد انت؟ اخلصت؟ يا ابو كده ابو ريم ابو ريم ما ادري ايش عنده. جاء المجرم المجرم. حسين حسين من هناك. روح يا ابو نايف بسرعه لا تندفع من حسين. هذا
يبغى يتعلق يبغى يندفن اليوم. يلا يا بدر. لا عرفته من كفر. يا مجرم يا مجرم، هذا بدل المجرم اللي راح جاء مجرم. غير الشمع المحروق. يا ولد ابو ريبي شو تسوي؟ يلا والله لك كفو انخلع. خلاص 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 طحن الا غرز علق. اشوف والله العظيم رهيب. لا لا يسويها كذا. هلا لا يا ريت اخر السيارة من هنا. لا مو مغرز، ارجع ورا قول له يا محمد خلي بعد السيارة من هنا. قول له وابو ريم، وابو ريم ينافس العالم الكبيرة في الله. يا ابو ريم اليوم الكيس الدخن طحنه كله بضربة. يا ابو انس تكبس الارض مو منك، من التصريح اللي جاك اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذه محلات الرمايه اخواننا، وهذا يعني سرير سهل تطبيقه، استخدم في البر في البيت في اي مكان، يعني ما عنده مشكله، افرده في اي مكان وانتهى موضوعه. ارجع فكه الان. بصراحة يعني انا جربته، يعني مريح جدا لما تجي تنام تحس كذا جسمك ملموم فيه. يعني فكك رجوله الان تفرده. وانتهى وضع. هذه البطانة يا اخواننا، هذه نوعية بطانة، هذه عاملة زي المخدة دي. ما تحتاج يعني مجرد حط غطاك وانتهى الموضوع. وبعدين للمعلوميه رجوله ممكن تتطول ترتفع كمان فوق شويه، يعني ممكن ترفعه عن الارضيه اكثر من كذا. حاول ترفع واحده من الرجول هذه، اي واحده فيهم، بين انها ترتفع. شفت كيف ممكن ترفعه على هذا الارتفاع؟ كل الرجول ترفع معك على حسب تبغى فين تبغى، يعني الاتجاهات، جميع الاتجاهات اللي تحتاجها. تحياتي للجميع.